على الرغم من تأثيرات الأزمة المرتبطة بكوفيد 19، الحكومة كتواصل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وفي انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد غيستمر دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني خلال سنة 2021. ولهذا الغرض تم برمجة اعتماد إجمالي يبلغ أزيد من 12 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية 2021. وكان قانون المالية لسنة 2020 خصص اعتمادات تبلغ أزيد من 13 مليار درهم للمقاسة. ونظرا لانخفاض أسعار غاز البوتان في السوق الدولية تحت تأثير انتشار وباء كورونا، تمت مراجعة هذه الاعتمادات في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020 وتخفيضها إلى 11 مليار درهم اللي تخصصت لدعم أسعار غاز البوتان ومادة السكر ومادة الدقيق.